الزمالك هو كمان بيرفض هدايا الاهلي وبيتعادل في اخر دقيقه مع بيراميدز في مباراه شوطها الاول الزمالك بيدي البيراميدز الحريه الكامله وشوطها الثاني الزمالك بيقدم شوط من افضل اشواطه السنه دي. هنتكلم النهارده كل حاجه عن مباراه الزمالك وبيراميدز وماذا فعلوا كارتيرون النهارده في المباراه وماذا فعل اروى بارينا. هنتكلم بكل حاجه بس ترى المرحله دي وصلت لك انزل اعمل لايك عشان الحلقه توصل لاكبر عدد من الناس وتابعوني على السوشيال ميديا وكمان اعملوا لي سبسكرايب وكمان على الجرس عشان يجي لك كل جديد الايام اللي جايه. يلا بينا نخش في الحلقه. حطيني رقم واحد في القصير. الزمالك النهارده بدا بال 4-2-3-1 اللي بيبدا في كل المباريات، يعني الحاجه المحفوظه بتاع الكارتيرون. بدا بعواد النهارده في حراسه المرمى في مفاجاه كبيره، عواد بدا النهارده قدامه الونش محمود علاء، على اليمين حمزه المثلوسي، على الشمال بيلعب احمد فتوح، اثنين في نص الملعب فرجاني ساسي وطارق حامد، قدامهم اوباما على الشمال بيلعب بن شرقي، على اليمين زيزو قدام حميد احداد. الزمالك في شوط احنا عارفين ان قوه بيراميدز كلها متمثله في عبد الله السعيد. اديت الحريه لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد يقدر يتحرك في كل حته في الملعب ويقدر يعمل تمريرات ويفتح لعب ويحرك الملعب كله. اديت الحريه لعبد الله، اذا بيراميدز هيلعب مباراه كويسه. وده اللي حصل الشوط الاول. كان المتخوف منه ان الزمالك يدي مساحه او كارترون يسيب مساحه ما بين قلبين الدفاع واثنين نص الملعب وفي مساحه ما بينهم في البوكت او في المنطقه رقم 14 فيخلي عبد الله السعيد يجيله الحريه ان هو يستلم في الحته دي، ولكن لا، عبد الله السعيد كان بيستلم في كل حته في الملعب، ناحيه اليمين وناحيه الشمال وفي المنطقه رقم 14 وكمان في نص الملعب، وكان عنده الحريه الكامله فرده الملعب لو يعمل كل حاجه. وده اللي خلى الزمالك يطلع الشوط الاول شكله غريب، لان عبد الله كان بيحرك كل حته في الملعب، كان بيحرك كل لاعب في الملعب، والزمالك مش قادر حتى يلعب الهجمه المرتده اللي بيلعب عليها. الزمالك اللي معروف ان الشوط الاول او كارترون بيلعب الشوط الاول ان هو يبقى متحفظ وبيحاول يضرب، يحاول يخطف ويرجع، يخطف ويرجع، ولكن كنا مش متوقعينه ان بيراميدز هو اللي يخطفك، وده اللي عمله بيراميدز. بيراميدز بادئ ماسك كوره، هو اللي ضغطك، هو اللي بيوصل لمرماك، هو 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 اللي بيعمل كل حاجه في الماتش، وفي الاخر سجل لك هدف خلاك تخرج الشوط الاول 1-0 بسبب شويه لقطات صغيره كانت ممكن تصبح. كنت ممكن توقف عبد الله السعيد، خلي طارق حامد يوقف عبد الله السعيد، ما تسيبش المساحه دي كلها، ما تلعبش زون ديفنس ولعيبتك كلها تبقى تحت الكوره وبرده بيبقى فيه مساحات عشان لعيبه بيراميدز تتحرك ما بينها. تراوري بيتحرك ما بين المساحات كويس جدا، عبد الله السعيد بيتحرك في المساحات كويس جدا، وحتى مش عارف تخترق، مش عارف تخترق دفاع بيراميدز. كان في مساحات كبيره في ظهر دفاع بيراميدز ظل الضغط اللي بيعملوه الدفاع متقدم، كان في مساحات كبيره جدا، لو كنت قدرت تستغل مساحه من المساحات دي كنت قدرت تسجل جول الشوط الاول. والزمالك اللي كان مش عارف يطلع بالكوره اصلا من منطقه من نص ملعبه بسبب الضغط العالي اللي بيقدمه بيراميدز. بيراميدز كان بيلعب ضغط عالي بشراسه كبيره جدا، كان مخلي الزمالك حرفيا مش عارف يطلع بالكوره على الارض من نص ملعبه. زمالك الشوط الاول اعتمد كليا على الكرات الطويله، يلعب الكرات الطويله على حميد احداد، وحميد احداد ما بيطلعش ياخد كوره، ما بيطلعش ياخد كوره، ولازم نقف عند شويه لعيبه شويتين. اول لاعب هو اوباما، يوسف اوباما من 3 سنين رجع الزمالك تاني بعد اعراض شويه بالاتحاد شويه بالدجله، رجع الزمالك وخلاص قلنا اللاعب ده نضج وهنلعب بيه صانع العاب اللي هو يفضل في الزمالك يلعب صانع العاب، وكان بيقدم في الاول مستويات نوعا ما مقبوله، ولكن في الاونه الاخيره اوباما سيء، ميس باص كتير، فقدان للكوره في نص الملعب بتاعك انت كتير جدا، توزيع لعب مش موجود، مهام صانع الالعاب اصلا اوباما ما بيعملهاش، ولا بيتحرك في المساحه صح، ولا بيوزع لعب صح، ولا حتى بينزل يستلم من الاثنين بتوع نص الملعب عشان هو اللي يبدا الهجمه، لا احنا اللي بنشوف اللي بيحاول يعمل حته صناعه اللعبه دي هو فرجاني ساسي، وبما بيبقى مختفي ما بيظهرش في اللقطات غير ان هو بيغلط غلطات بس. في ماتش الاهلي غلط غلطه شنيعه خلت محمد شريف يجيب جون تاني فيك تخرج المباراه خسران، مباراه النهارده بيغلط غلطه شنيعه برده يخليك تخرج الشوط الاول 1-0 خسران برده بسبب غلطات فرديه غريبه، بسبب اخطاء فرديه من بعض اللاعبين عجيبه وغريبه. اوباما سيء، يقعد على الدكه خلاص، كذا ماتش ورا بعض ما بيقدمش حاجه يقعد على الدكه. فرجاني ساسي اللاعب اللي بيطالب انه ياخد 2.5 مليون يورو عشان يجدد مع الزمالك، بقاله 3 ماتشات ما بيلعبش، 3 ماتشات او يمكن كمان 4 ماتشات مش موجود في ارض الملعب، بيتعالى على الكوره، مكسوف انه ينزل ارض الملعب يلعب مع اللعيبه، لا فرجاني مش موجود، ولا استلام ولا تسليم وميس باص كتير، ولا حتى البيانات اللي بيلعبها في ظهر المدافعين ما كانش بتحصل، مش بتحصل من فرجاني الايام دي.
فلماذا فرجاني بيقدم هذا الاداء الهزيل اللي محدش عارف لحد دلوقتي؟ الزمالك قدم شوط اول من اسوأ اشواطه اللي لعبها مع كارتيرون عشان يخرج الشوط الاول خسران 1-0. الشوط الثاني والتغييرات اللي عملها او التغيير اللي عمله كارتيرون اللي هو بدايه الشوط نزل شيكابالا بدل يوسف اوباما، ودي حته برضه عايزين نقف عندها. الزمالك في تلت الامامي او في تلت الهجومي بيبقى عطلان، بيبقى واقف كتير جدا، بيبقى مش عارف يخلق فرص. لما شيكابالا بيبقى في ارض الملعب الزمالك بيشوف بيخلق فرص اكتر. شيكابالا النهارده لما نزل ارض الملعب صنع 7 فرص. فهل يعقل ان الزمالك يبقى مش عارف يلعب ولاعب عنده 35 سنه مش في ارض الملعب؟ فين باقي؟ فين اوباما؟ فين فرجاني؟ فين زيزو؟ فين كل دول؟ شيكابالا بيعمل كل حاجه مع الزمالك، صناعه اهداف، اهداف، يرجع بيدافع، بيعمل كل حاجه، ناقص بس شيكابالا يرجع يقف حارس مرمى بس. لاعب عنده 35 سنه بيلعب من افضل اللاعبين في الزمالك الايام دي، بيلعب افضل من زيزو، بيلعب افضل من اوباما، بيلعب افضل من فرجاني ساسي. النهارده صنع لك فرصه لزيزو، وزيزو دخل ضيعها لك، جون فاضي تماما بيستلم وبيضيع. بس الزمالك احقاقا للحق الشوط الثاني قدم شوط ثاني مميز، ضغط كويس، مسك الكوره، قدر يهدد مرمى البيراميدز كذا مره، وقدر يعمل مباراه كويسه في ماتش النهارده. الشوط الثاني خاصه كان ممكن يقدر يكسب المباراه لو الزمالك كان دايس شويه بنزين، كان قدر يستغل الفرص اللي بتجيله قدام المرمى، كان ممكن يطلع كسبان المباراه. ولكن انت بر يعني المباراه خرجت بكارتيرون والزمالك الى بر الامان بالتعادل الى بر الامان. كله مش عارف كل مباراه مع بيراميدز ضيع انفراد بقى ولا ايه؟ مش فاهم. اللي هو انت الماتش اللي فات النجم بتاع انفراد اخر دقيقه، والنهارده زيزو، فانت مش فاهم. اروبارينا بيقدم مستوى كويس مع بيراميدز الشوط الاول، الشوط الثاني بيراميدز وقف او بيراميدز ما قدرش يقدم نفس اداء الشوط الاول بسبب ان عبد الله السعيد وقف. عبد الله السعيد قدر الزمالك يحجمه الشوط الثاني، قدر ما يسيبش المساحات اللي كان بيسيبها الشوط الاول، كان ضاغط بيراميدز، فكان بالتالي عبد الله السعيد ما عندوش الاريحيه انه يستلم ويبتدي يوزع لعب. ولكن عبد الله سعيد في المرات القليله في الشوط الثاني اللي كانت الكوره بتيجي في رجله كان بشكل خطر على الزمالك. الزمالك كده بالتعادل دون، لو الاهلي كسب بكره يبقى بينه وبين الزمالك بونت، ولسه الاهلي عنده كمان 3 ماتشات او ماتشين عشان يبقى متعادل مع الزمالك في نفس النقط. الزمالك بعد مباراه المقاولين قدم مباراه ثانيه بيتعادلها باداء هزيل بيبقى في الشوط الاول، واداء الشوط الثاني بيبقى نوعا ما كويس. فهل الزمالك يقدر الايام اللي جاي يوفق في العلاقه بقى، يوفق في الماتشين، يوفق في الشوطين؟ الله اعلم. كارترون لحد دلوقتي ما اقنعنيش مع الزمالك، ما قدمش اي حاجه مع الزمالك. في كذا لعيبه لازم تفوق، يوزو لازم يفوق، فرجاني لازم يفوق، اوباما لازم يترمي على الدكه مش يفوق، لا ده يترمي على الدكه. ونيجي لحته صغيره بس عن التحكيم، جاي جريشا في ضربه الجزاء في حكم ممكن يحسبها وحكم ما يحسبهاش. انا القانون ما فيش حاجه معينه الحكم ممكن ما يحسبهاش، لا ممكن جاي جريشا يحسبها ضربه الجزاء وممكن لا، عادي جدا. الحاجه الثانيه كره طارق حامد مع عبد الله السعيد طرد، كره طارق مع عبد الله السعيد لما راح ضرب بالكوع دي طرد من غير حتى ما يرجع للفار، ولكن حتى اللقطات اللي اتعادل ما اتعادتش وما اتحطش. دي حاجه. الحاجه الثالثه والاهم ان انت في ضربه الجزاء اتحسبت في الدقيقه 88، اتلعبت الدقيقه 92 وتعادت واتلعبت الثاني لحد الدقيقه 94. فانت منين تفضل واقف في المباراه او المباراه واقفه لحد الدقيقه 94 وبعد ما ضربه الجزاء تتلعب الدقيقه مثلا 96 او 95 تدي 8 دقايق وقت بدل ضايع وما تلعبش منه غير دقيقتين او دقيقه ونص؟ ازاي؟ لا حقيقي ازاي؟ هزلي، تحكيم مصري هزلي. بس في الاول لقد تكرر انا في مباراه الزمالك وبيراميدز، الزمالك قدر يخرج بالمباراه بره الامان وقدر يقدم شوط تاني كويس. اتمنى الماتشات اللي جايه نرجع تاني لطريق الانتصارات، نرجع تاني لطريق المباريات اللي بنكسبها، ولكن اتمنى التوفيق من كل قلبي للزمالك ان شاء الله. وبس كرأي شخص واحد في مباراه بيراميدز وزمالك، قول رايك انت في الكومنتس، لو حابب بس اشتم لايك عشان توصل اكبر عدد من الناس. اول مره شفتني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس يجي لك كل جديد، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر، وكمل معاكم مصطفى. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.